شايف ازاي حمله مواطنين ضد الغلاء لمقاطعه التجار ابتداء من اليوم؟ والله احنا مش هنقدر نقاطع السلع كلها، كل حاجه رفعت السبب يعني الحكومه. ايه السبب؟ تطلب ايه منها؟ نطلب هي اللي تحاسب الناس دي اللي بترفع الاسعار. قول لو الناس اجتمعت على حاجه زي كده، لكن في ناس يعني مش هتقدر تتقاطع، يعني مش هتقدر تتقاطع. ليه؟ في ناس ما عندهاش القدره انها تقاطع، يعني مش هتقدر تمنع عندها يعني ضغوطات، وعندها بيت وعندها شغل وعندها اولاد وعندها كده، مش هتقدر تتقاطع. شايف الحل ازاي في مشكله اصلا؟ والله الحل ان في توعية في رقابة بس. والله الحملة دي من وجهة نظر ان هي حملة كويسة، تمام، بس اهم حاجة ان احنا عندنا كذا فئة من فئة التجار. في التاجر الكبير اللي هو بيستورد الحاجة من الناس، وفي التاجر الاصغر منه اللي هو بيدي الشغل نفسه للمحافظات، وفي التاجر الاصغر منه اللي هو بيدي الشغل للناس اللي هي العشوائية. فانا شايف ان انا لما اعمل الحمله ديت انا باثر على كل التجار من كل الفئات بتاعتي، تمام كده انا بحقق مصلحه للشعب، للناس الغلابه اللي هو الناس اللي هو مش لاقي ان هو الفلوس ان هو يقدر ان هو يشتغل، مش لاقي ان هو يقدر ان هو يكسب بالكسب كويس علشان يقدر ان هو يشتغل ويجيب الفلوس اللي هي تقدر ان هو يجيب له الموارد او يجيب له الحاجات اللي هي بتغلى كل يوم. النهارده سعر الحاجه لو بجنيه بكره بتبقى ب 3 جنيه و5 جنيه، فاحنا المفروض فعلا دي الحمله دي فعلا كويسه وحمله مؤثره الايام اللي جايه، تمام، ان احنا يبقى عندنا شغل اكتر ويبقى عندنا ناس تقدر ان هي تحافظ على الناس الغلابه من ارتفاع الاسعار يوميا. ارتفاع الاسعار ديت شيء احنا مش عارفين شويه، يقول لك سعر الدولار طلع سعر الدولار نزل، احنا مش عارفين ان احنا نتحكم النهارده، ممكن بكره ما نتحكمش في رغيف العيش، ممكن يقول لك رغيف العيش بكره بربع جنيه بعد ما كان بشيل بعد ما كان بباريزه. طبعا احنا كل يوم في غلاء مستمر، طبعا احنا كل يوم في تطور للاسوء مش للاحسن. ان الحكومه مش هتقدر تتحكم في الاسعار، بس دي المواطنين هم اللي عاملين، مش هتنجح، ان المواطن مش هيقدر ياثر على الحكومه. هتعمل ايه؟ الحكومة الجنيه متعود ملوش لازم، فطبيعي انه مش هيقدر يتحكم في اسعار البلد، فالحاجة بتنزل وبتطلع كل حاجة بسعرها، فاستحالة هتنجح لحد كل ما هي دي. ليه؟ اسعار رفعت بشكل غريب، مرتبات تعبانة، معاشات تعبانة، غلا يعني مص كل حاجة. ويا ريت يعني يحدوا من الناس الكبيرة اللي بتاخد 100,000 و200,000 و60,000 ليه يرفع عنها الدعم معلش؟ لكن الناس المحدودة الدخل لغايه 5,000 ما تعتبرش، يعتبر محدود الدخل معدوم. الناس تعبانه، العامل والفلاح والموظف المحدود الدخل تعبانه.